احتفاء بعيد الأم والمعلم، أقامت جمعية صفصاف الخابور الثقافية في الحسكة بالتعاون مع مديرية الثقافة معرضا للفن التشكيلي، ضم عددا من الأعمال التشكيلية المنوعة التي تحفل مواضيعها بالمرأة السورية، ولقاء شعريا ألقى من خلاله الشعراء قصائد في حب الأم والمعلم وتكامل دورهما المربي للأجيال، وذلك في المركز الثقافي بمدينة الحسكة. هذه اللوحات هي تحية للمرأة أما وأختا وزوجة، للمرأة المعطاء التي تضفي من حنانها على هذا الوجود ما يشع بالأمل والسلام. أيضا هو تحية للمعلم، هذا الرجل الذي يبني الأجيال، هذا الرجل الذي هو شمعة تضيء، الذي يفني نفسه ليضيء لنا حياتنا في المستقبل. لوحاتي أبرزت دور المرأة في منزلها من خلال تهيئة ظروف المعيشة أفراد الأسرة، إعداد الغذاء الخاص بهم. كل عام وأمهاتنا كلياتهم بألف خير وسوريا بألف خير. أنا مشاركة بعدة لوحات، لوحات عن المرأة ولوحات عن الأمل ولوحة عن الجامع الأموي اللي هو بوابة سوريا ورمزها الحضاري. أم الشهيد هي من أعظم الأمهات التي ضحت بولدها من أجل حب الوطن ومن أجل تبقى سوريا حرة مستقلة. 25 لوحة فنية لعدد من فناني المحافظة صورت الأمة السورية التي ربت وضحت وشاركت الرجل في بناء المجتمع، وقدمت في لذات أكبادها دفاعا عن تراب الوطن. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.